أهلا بكم من جديد. واصلت استثمارات البنوك في الإمارات ارتفاعها على أساس شهري وسنوي نهاية مايو الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت استثمارات البنوك إلى أكثر من 520 مليار درهم بنمو تجاوز 25% على أساس سنوي، ونمو بنحو 2% على أساس شهري، فيما زادت بأكثر من 14% منذ بداية العام الحالي.